بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن كنز الإنفاق. الله عز وجل يتحدث عن الإنفاق في سورة البقرة في آيات عديدة، ويستغرب القارئ أو يتعجب في البداية حين يبدأ بتلاوة هذه الآيات ويرى هذا الاهتمام والحضور العظيم للصدقة والإنفاق في سورة البقرة بالذات، ولكن حين يرتل القرآن بمعنى يجمع الآيات الواحدة والأخرى في نفس السورة سيتبين له الحكمة العجيبة العظيمة وراء هذا الحشد الكبير والاهتمام الكبير بالإنفاق. الإنفاق في القرآن الكريم ليس فقط عملية إعطاء مال من شخص لآخر، من غني لفقير، لا، هو تربية، هو تربية للمعطي وتربية لمن يأخذ وتربية للمجتمع بأسره، تربية أخلاقية وتربية نفسية وتربية روحية، تربية عظيمة تحرر النفس البشرية، تزكية النفس البشرية التي أراد القرآن أن تصنع على أحكامه وتشريعاته، تربية متواصلة، كل آية تربي شيء. فمثلا يقول الله عز وجل في السورة: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هو خير في كل كلمة، خير للمعطي وخير لمن أخذ. ويبتبدأ الآية بتدرج عجيب يبين أن النفس البشرية القرآن يريد أن يربيها ويزكيها، يريد أن ينتزع منها الشح والبخل الذي جبلت عليه كثير من النفوس. كيف يعالج هذا؟ يعالج بالتدريج، أن يبدأ الإنسان بالإنفاق على من يعول، للوالدين، الأقارب، الأسرة، اللي يربط بينهم وبين المعطي صلة الرحم، ليتدرج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى رابطة الإنسانية الكبرى. ولذلك جاء في الحديث: ابدأ بمن تعول. هكذا يربي القرآن خطوة بخطوة إلى أن تتدرج النفس البشرية. ولذلك جاء في الحديث: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ثم تتوالى الآيات وتتكرر الدعوة إلى الإنفاق في سورة البقرة في سياق عجيب، في تسلسل عجيب، كما قلنا سياق تربوي، عملية تربوية تأخذ بالقلب والنفس الإنساني خطوة بخطوة. ولذلك أعظم وسيلة لتخليص النفس الإنسانية من البخل والشح اتباع المنهج الرباني في هذا القضية، في قضية الصدقة بالذات والإنفاق، يرسم الدستور، يبين آداب الصدقة، الآداب النفسية قبل الآداب الحسية، يبين الآداب الاجتماعية، يبين كيف يمكن أن تتحول الصدقة إلى عمل تهذيبي لنفس المعطي، ويتحول المجتمع بأسره إلى أسرة يسودها التكافل والتراحم. يستجيش المشاعر والانفعالات بصور عجيبة، صور حسية، فيتحدث عن الزرع، يتحدث عن السنبلة، يتحدث عن النماء، صورة نراها كل يوم ولكن قد لا نلتفت إليها. القرآن يربط بين الإنفاق الذي أعطي وبين الزرع الذي ينمو، ليبين لي بصورة واقعية أن ما أعطيه اليوم
سأجده غدا وأنعم به من تشبيه وتمثيل، حين يشبه الله سبحانه وتعالى هذا الإنفاق بالقرض. قرض لمن يا رب؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الكريم تراه كيف سيجازي نماء وزيادة وعطاء؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال، لماذا هذا الاهتمام بالإنفاق والصدقة في سورة البقرة وفي سور القرآن؟ لماذا؟ هل هو ضروري للمجتمع؟ المجتمع الذي لا يشعر أفراده الواحد فيهم بالآخر، لا يشعر بجوعه، لا يشعر بمعاناته، لا يسمى مجتمع. هذا مجموعة أسر متفرقة متباعدة لا يربط بينها شعور إنساني. أما المجتمع الذي يريد الإسلام، أما المجتمع الذي يريد القرآن أن يصنعه، هذا مجتمع مترابط. هذا لا يؤمن فيه من ينام وجاره جوعان، لا، المؤمن فيه حقا هو اللي يتابع، هو اللي يشعر. باختصار هو الإنسان، هو الذي يشعر بمعاناة الآخرين، هو الذي لا يحتمل أن يشعر بالشبع والجار أو القريب أو الصديق قريب منه ولكنه يعاني من ألم الجوع. وتبين الآيات بتسلسل عجيب أن الشيطان هو الذي يأمر بالبخل والشح، أن الإمساك عن الإنفاق قضية لا دخل فيها لعملية المحاولة في الحفاظ على النماء أو نماء المال، وإنما الواقع فيها هو الشيطان، وأنه هو الذي يأمر بالبخل، وأنه هو الذي يصور للإنسان في لحظات الضعف بأن الإنفاق ينقص من المال، في حين أن النفقة لا يمكن أن تنقص من مال. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديثا رائعا: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، مال طيب حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه. وإن كانت تمرة مهما كانت بسيطة، ليس المهم البساطة أو القلة، كما ذكرنا في مرات سابقة، قد يسبق الدرهم 1000 دينار. بأي شيء؟ بالنفس الأريحية، بالطيبة، بالرغبة، بالنفس الجميلة، والشعور الذي لا يتبع هذه الصدقة بالمن وخدش الكرامة والأذى للآخرين، بالشعور الطيب الذي يجعل المسلم حين يعطي الصدقة يعطيها وهو شاعر براحة نفسية هائلة. يقول: وإن كانت تمرة فتربو له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، تنمو تزداد كالزرع إلى ما لا حد له. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، إلى أن تصل الآية وتقول: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المال لا يذهب بالصدقة، قرض حسن لله، مضمون أن الله عز وجل يضاعفه في الآخرة وفي الدنيا راحة وانشراحا. والله واسع عليم، سبحان الله، واسع، لا يضيق عطاؤه، لا ينضب عطاؤه، ليس فقط بشرط أن تكون في المال، وإنما في الراحة، في انشراح الصدر. الإنفاق يرفع المشاعر الإنسانية، الإنفاق أعظم وسيلة لانشراح الصدر. أرأيت لو أنك ذات يوم كنت مهموما، اذهب وتصدق، قطعا ستجد أثر الصدقة وكنز الصدقة في نفسك وفي صدرك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس انشراحا في صدره، كيف لا، وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، كان كالريح المرسلة يعطي ولا يمنع، ما يأتيه سائل ويرد أبدا أبدا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يعلم ويربي أصحابه، حتى قال لبلال ذات يوم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لا ينقص المال بالصدقة، بالعكس يزيد، يزيد بالتأكيد. وهذه تجربة حقيقية واقعية في مجتمعنا، المجتمع الذي يريد أن يبنيه القرآن، مجتمع التكافل، مجتمع الإحساس بالآخرين. المال وسيلة وليس غاية. المجتمع الذي يحرر القرآن أصحابه من رق وشح النفس البشرية والحرص على المال. المال يذهب، المال ينتهي، الذي يبقى هو الذكر الحسن،
الذي يبقى هو المعاملة الطيبة الراقية، ولذلك كان من أعظم الأعمال إدخال السرور على قلب النفس المسلمة، إدخال السرور على قلوب الناس. هذا ما يريد القرآن صناعته، خاصة ونحن في هذا الشهر المبارك الذي تتضاعف فيه الحسنات. ربما يذكر الأخوة والأخوات أننا قد سبق وأن ذكرنا في كنز الحكمة أن الله عز وجل قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قلنا أن الحكمة من عطاء الله، سبحان الله العظيم. آيات القرآن هكذا الرابطة بينها قوية، كما نذكر دائما كالعقد المنظوم، ولله المثل الأعلى. هذه الآية في الحكمة جاءت بعد الحديث عن الصدقة. كيف؟ الإنفاق كنز، وبالتالي الأجر والثواب عليه ليس في الآخرة فقط بغير حساب كما ذكر الله عز وجل، وإنما في الدنيا عطاء، انشراحا في الصدر، سعة في الرزق، راحة في البال، تخلص من الهموم والغموم الجاثمة على الصدور الشحيحة في كثير من الأحيان. أحيانا بر الأبناء جاي أيضا من الصدقة، تنفيس الكروب، التخلص من الأمراض، وأيضا الحكمة. ولذا جاء الله عز وجل بهذه الآية بعد الحديث عن الآيات اللي تحدثت عن الصدقة، حيث يقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر، يقول إذا أنفقت افتقرت، ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء. هكذا تناسب القرآن. هل الصدقة كنز؟ أعظم الكنوز. أما الأجر فيها فبغير حساب، لا يعتمد على حجم الصدقة، ألف دينار، عشر دنانير، ربما نصف دينار، ولكن الثواب عظيم، أجر بغير حساب. لذا يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يخدش كرامة أحد، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ماذا يا رب؟ ثم أكثر من هذا، الصدقة لا تكون فقط بالأموال، الصدقة بالكلمة الطيبة، الصدقة بالتعاون، الصدقة بالإحساس، بالشعور. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بترتيل الكتاب المنتقى، وعقولنا بتدبر القرآن ترقى للثرى، فتدبر القرآن تلقى كلام ربك منتقى.